الباب الواحد والثلاثون ومئتان. باب فضل من فطر صائما، وفضل الصائم الذي يؤكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت وفي بعض نسخ الترمذي حسن صحيح، وفي ذلك كله نظر بينته في الضعيفة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.